خوتي المغاربه انا غوت انا ماشي خاطري. كاين شي شيخات في المغرب كطلبوا لهم الهدايه، الله يهديهم الله يهدي جميع المسلمين. كاين الشيخات اللي عندها في المغرب كيلبسوا غير قفطان ومحزوب كيشطحوا، هذوك باش كيصوروا الدار ديال الخبز الله يهديهم. هذو هما الشيخات ديال الحماق، لا بغيت تعرف الشيخات الحماق. كاين الشيخات اللي خدامهم في الخارج باقا نعاها لي جون شيشة شراب عشيش الحماق جي هذا معاه عم متخيلش نتايا. مازال الشيخات اللي انتقدناهم راه كيشطحوا عندنا. شوف الشيخات اللي من الخارج شي حاجة ما كتخيلهاش انت كيديرها هما. وتحياتي بلاد الناس ما عاصرت شي واحد. السلام عليكم خوتي المغاربة، أينما كنتم خوتي المغاربة كاين واحد فيديو اللي هو دار دشة في المغرب كامل على التواصل الاجتماعي. هاد الفيديو هذا علاش؟ على بنت الشيخة. المهم خوتي المغاربة هضر واحد السيد تا هو هضر في الدين انتقدوه، وشي وحدين هضروا مع الشيخة تا هما انتقدوهم. المهم خوتي المغاربة نهضروا هضرة لا روا. أنا براسي ما نبغيش تكون أمي تكون الشيخة، ما نبغيش أختي تكون الشيخة. أنا كنهضر مع دوك الناس اللي ينتقدوا ياسين العمري، أنا كنطلب الناس الله يهديهم. موضوعنا خوتي المغاربة ماشي هو هذا، موضوعنا خوتي المغاربة هو اللي غادي نهضر دابا اليوم. حنا الشيخة كنطلبوا لها الهداية الله يهديها. راه المغرب كامل اللي كتشوف فيه، المغرب كامل كل زرقة فيها أربعة الشيخات. بلاقا كتبوا على بعضيات لو قدر قوم ورخاميات، كل زرقة فيها أربعة الشيخات. الزنقة المطر اللي تجي ليها كتلقى فيها أربعة الشيخات، ولكن الشيخات ماشي في المغرب، الشيخات في الخارج. هادي تا واحد ما قالها، وما تقصدت شي واحد، سمحوا لي تقول ما قصدت لي قصدتيني ولا دقيت عليا ولا هادي. ما تقصدت شي واحد، ما كندق على شي واحد. أنا كنهضر على المغرب كامل. والمخير الزنقة المخيرة في المغرب فيها أربعة الشيخات. إلا نسيتو، أنا اليوم جيت نفكركم. كاين شي بنات؟ تحياتي بلاد الناس. كاين شي بنات ما خدامش في المغرب ولكن خدامة في الخارج شيخات، وشي حاجة أكثر من الشيخات. مازال الشيخة هنايا كدير قفطان وكدير المحزم ديالها وكتشطح. أنا كنطلب من الله يهديهم. زنقة مخيرة في المغرب فيها أربعة الشيخات حتى عشرة الشيخات. زنقة مخيرة في المغرب في أي مدينة تحدى اي واحد كواقيرة فنقولوها. تحياتي بنات الناس اللي خدم على والديهم الله يسهل عليهم. انا ما تقصدتش شي واحد، انا ديال المعقول ريادي. بالنسبه كاين واحد خونا عاوتاني حتى هو انتقد ياسين العمري اللي هو مغني وراه عارف راسه. عصبتك واحد الرساله بعد من الدين، بعد من الدين، الدين راه يضرك بزاف. حقاش انت علاش سبيتي ياسين العمري؟ قلتي ياسين العمري مرافق. حقاش انت مغني لما كانوا الشيخات ما غاديش تخدم، خاصك ضروري الشيخات السي عادل. انا ماشي نهضر مع غادي لك البوز ولا هادي، انا كنعطيك واحد الرساله كنصحك دير عقلك، دير عقلك في الشيخات الزرع اللي راه يضرك بزاف. المهم خوتي المغاربه بلا مقدر نقولها بعضيات، بلا مقدر نقولها الشيخه هادي الشيخه ولا هادي. انا براسي تنعاود نقولها في الهضره هادي، انا براسي ما نبغيش اختي تكون شيخه وما نبغيش الام ديالي تكون شيخه. الزنقه المخيره في المغرب فيها 8 شيخات 4 شيخات، ولكن ماشي شيخات في المغرب، شيخات في الخارج راه عارف راسهم هما. ما تقصدش شي واحد. وتحياتي خوتي المغاربه كاملين واحد واحد. ماشي نغوت، باش تقول لك نغوت راه ماشي الخاطر يا خوتي المغاربه، راه اللي كاين تنقول راه الواقع ما تغربوش منه خوتي المغاربه، وراه هادشي اللي كاين. تحياتي بلاد الناس، وتحياتي ولاد الناس، وتحياتي المغاربه كاملين. عاد خوكم نور الدين الشينوي.